بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد. وليوحن كل حجنا سورة البقرة، وحن نقصد الدم بيسي إنو ربي تلماميدات كيف فعنا خير كي وناقنا كد ذالي ألانا يرؤ مدبي أهايين وهريبي أتكتي وحي أي كسبذين أي ليهين إذن كنا وحي أتكسبتان أي ليهين من الذين كسؤاله وحي أي سمين جيرين. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. سان صوت الماني رسولك بيت المقدس أيو أتو كنجري مر الله لمركي مقال ذا مدينة أوصوك ليهود نصاصي أهايينو دور يتوان بلود أيو أتو كذي لنك بيت المقدس كذب نوحو آد أجعل إن قبلة اللوسو وريجيو قبلة ذي أي اللوسو وريجيو مركاسي يهود آد بي أطلب سدين أرنتا مركاسي دهين وامحي متكان مربدين عجيسناي ما حاكجي ذي قبلذي اي مركا او عجيسن جيري وقت اي اسوافق جيرين يي اد وغهلين الهي باسود جي سيقول السفهاء دوقمضا اي مان غابيالكو وحيده دونان او من الناس دتك كمد اهما ولاهم ما حاجي ذناي ما حاكجي ذنا يكوان عن قبلتهم التي كانوا عليها قبلتي أي دشيذا أهايين أي قل به لله المشرق والمغرب مشرق إي مغرب اللي أسغنا تيهدي وهنون يا من يشاء قفك أوضون إلهي إلى صراط جد إنتي كأه أيوك هنونين يا جد كاسو مستقيم مركاتوصا جد كمستقيم كرالي أوكي هي أيو إلهي كهنونيا عد الله لا عدي أودانه كوا دقو مضاء كوا من قابيال كي دين تكو يرتها يهودا سقاسها الله تلماما ياي وحي ليهم بو ير إلهي أي أرندونا سيقول السفهاء سفهاء إيا دقو مضاء من قابت وحي ليه دونان أو من الناس دتك كمد أهما ولاهم محاجي ذنايا محاك جيذين يكوان عن قبلتهم التي قبل ذوذي عن قبلتهم محاك جيذين يقبل ذوذ التي تاسو كانوا أي أهايين عليها دشيذ قل وحد هذا لله المشرق قرح بح إلهي بأسغناتي والمغرب قرح دع لبضب يهدي واهنوني من يشاء قفك أوضون إلى صراطي جد حقي أيوكها نونيا جد كاسو مستقيم من مركاتوصا وكذلك ساسو كلان جعلناكم إذن كغدقني أمة محمدي أمة أمط ووسطا عدولاء أمط إحدحاته عادلين أهيان إذن كغدقني لتكونوا إناد أهاتان درتت شهداء مرقاتيال على الناس دتك كركوذة ويكون الرسول رسولكنا او اهذا عليكم كركين شهيدا كيكم مركفرها يا وما جعلنا منكيل القبلة قبلتي التي تاسو كنت اتهيد عليها كركيدا بدل كيدي وريجنتيدا الا لنعلم ان اوغانا ما هن علم ظهور اهو موجن اهمن يتبع مد راعها يا الرسول الرسول متك الرسول كراعة هي إنان كأغانا ممن مت ينقلب قدوما يؤنقون على عقب على عقبيه على عقبيه أنقون يأربه س متك إربه س اللابنا يا إنان كأغانا ككالي الرسول كراعة هي أمر كالرسول كالسي أله قان سمايا إنان كالأغانو انت سان ألجدني ما هي جيسش إيه جنع لو جيست إيه بري لو جيست إيه كفر لو جيست إيه وقوي لو جيستو إنتو مهمة معها بل سأمر كسيد الله قاضنا يو قفك النبي قراء آية قفك أمر كلف لنا يئي ككل عربيه سأجدو ما يقبال أنقنا يا إنا نكل أغانو
وعنو إمام دونت ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله بر وقفك إله رميي ما لنت آقر رميي عمل صالحي ونقلي مد كابا مركا لولا جيدا سيدا درتد بوت المام يا إله سبحانه وتعالى أولي هاي وحان طاو يلني قبل ذا بدل كذا وحيتها إلا لنعلم إنان أغانو من يتبع الرسول من إنان أغانا يتبع الرسول رسول كراعه يمن من إنان كأغانا روح كالحقي ينقلب قدومايا نقنا يا الله بنا يا على عقبيه عربهيسة وإن كانت وحي أهاتي لكبيرة مدوين بي لأهاتي كأهاتي قبل ذا وريجنتي ذا إلا على الذين كوي كركو ذا ما هاني هدى الله إلهي هنوني انتو رب هنوني مركز توحي أمر رب حقي سكي ماذا قاطع كوا مئه انت كلاوي بالله عصلا طيبا وحوين بي لنقطي مضحي قعنت صارتين وإن كانت وحي أهاتي قبل ذا وريجنتي ذا لكبيرة مدكوين أو كعصلاتو وحوين لنقطي إلا على الذين كبي كركو ضماهني هدى الله إلهي أوهنوني وما كان الله إلهي نما أهان ليضيع مضى يعيو هلين يؤمن يا إيمانكم إيمان كينا سلادنا لولجي ذا إن الله إلهي وحو أهاضي بالناس دتك لرؤوف كي أطر رحيم إن حرس بضم سورة ما آيد وحي تلماميسا أمدا أمت محمد أهفض لك أي لاذهي إلهي وحو كدقي أمت وسطأه عدلاء أمت عادلين أيو كدقي نبي نوح أيا للا إمانا يابو رهي رسول كمال تقيامه كل كاسا للي هي قوم كاقي مقر سيسي هابو لي هي إلهيو قوم كيسا لكينا يا مركاسا للي نوح ما إذن يمد ما جاءنا من بشير ولا نذير بيليهن وحد دقائي وحب بشاري يمبا أركنبا نوح وحال للي هيا كاقا مرقاتئة ومت محمد بائيقا مرقاتئة أهبو للي هي إذنك لإذن كينا يا إذنك سيا أغو مرقاتك عاية وكذلك جعلناكم ساسا قبل إذنك قوة ريجينيو رب خير كي وناغو إذن كلا تلقلي جدك مستقيم كان أغهنون يقفك أودون أيان جعلناكم وحان إذن كيالنون إذن كدقني أمة وسطا أمد وسطاء أمد دحدحاب أمد عادلين لتكونوا إن أهاتان شهداء مرقاتيال على الناس ذاتك كركو ذات كن قطان ويكون الرسول رسول كنأو عليكم دشينا أهذا شهيدا من شهيد إيا مرقاتية دشينا أوكو أهذا وما جعلنا كما أنا يلين القبلة التي قبلة التي تاسو كنت آتهيت عليها كركيدا وريجنتا كاسو وريجني إلا لنعلم إن أغانا ما هنا من يتبع الرسول قفك الرسول كراعي إن كأغانا ممن ينقلب قفك التقليب منا ينقنا يقدوم على عقبيه عربهيس وإن كانت وحي أهاتي قبل ذا وريجنتي ذا لكبيرة متكوين إلا على الذين كبي كركو ما هن هدى الله إلهي هنوني وما كان الله إلهي نما أهان ليضيع من ضيع يأوها لينا هي إيمانكم إيمان كينا وحلو لجذا وسلادينا ويا انت لو تكون يا بيت المقدس وان كعبد لو سو وريجين دد فربضن او اتبتي باجرا هدنا دنتي وان سو غارين كعبد وريجنتيدا دد كا صلاه دودا سي لغا ييليا اي صحابه نبي سؤالين وما كان الله بو سود جي الله الهي ما اهل يضيع من ضيع يو ترتر يو كعيارة يا إيمانكم إيمانكين معناها وسلادين وإنتي لمطي بيت المقدس أيغو لوت إنتي لوت كناي سلادو ذو الصحيح إن الله إلهنا بالناس ذاتك لرؤوف واكي أطرى رحيم إن حارس بذن سبحانه وتعالى رسولك صلى الله عليه وسلم سانتوت الماني مقال لذي مذين مركو يمتور يترم بلوت أيو أتك ذي بيت المقدس وعواد أجعل إن منك كعبدا لو تحويلي لو بدلو
markastoo bannaanka u soo baxa cirkuu saa u fiirinayaa intaasi waxyi loogu soo dejiyo asagoo jecel inay qibladiisu kacbadu noqoto qad naraabaa soo degtay waan ku aragnaa qad xaqiiqee naraa waan aragnaa taqalluba gedgedintaada wajhika wejigaaga fi samaa'i samada aad ku soo gedin geeseed ku soo celcelinaysid waan kuu jeednaa rasuulkii ilaahayow falanuwalliyannaka waan kuu wareejinaynaa qiblatan qiblo tardaahaa raalli aad ka tahay qiblada aad jeceshahayd raalli ka tahay ayaan kuu wareejinaynaa ee fawalli jeedi rasuulkii ilaahayow wajhaka wejigaaga waxaad u jeedisaa maanta wixii ka bilowda shatr almasjid alxaraami dhanka masjidka xurmada leh waxaythumaa meel allaalla meeshii idinkana kuntum aad ahaataanood ku sugantiin muslimiinay fawalluu u soo jeediya wujuuhakum wejiyaalkiina shatrahu dhanka beytka xaraamka u soo jeediya wa ina alladiina kuwi uutul kitaaba kitaabka la siiyey la yaclamuuna waxay og yihiin annahu alxaqu inuu xaq yahay kuwa kitaabka la siiyey buu dhahay ilaah subxaana wa tacaala kuwa kitaabka la siiyey la yaclamuuna way og yihiin annahu ka alxaqu xaq inuu yahay oo min rabbihim rabbigood xaggiisa ka ahaatay wama allaahu ilaahayna ma ahaanin bigaafilin mid ghaafil ka ah camaa yacmaluuna waxay camal qabanayaan waxay samaynayaan ilaahay waa og yahay ghaafilna kama aha rasuulka sala allahu calayhi wasalam qibladii uu jeclaa ayaa loo soo wareejiyey waan u jeednaa buu yidhi ilaahay inaan aragnaa xaqiiqaa qad naraa xaqiiqdiya waan aragnaa oo waan u jeednaa taqalluba wajhika wejigaaga soo celcelintiisii gedgedintaad ku soo gedgedinaysa fi samaa'i samada gudaheeda falanuwalliyannaka waan kuu wareejinaynaa qiblatan qiblo oo tardaaha aad jeceshahayood raalli ka tahay fawalli jeedi rasuulkii ilaahayow fawalli waxaad u jeedisaa wajhaka wejigaaga shatr almasjid alxaraami dhanka masaajidka xurmada leh masjidulxaraamka dhankiisa u jeesa markaad tukanaysa waxaythumaa kuntum meel kastood ahaataan muslimiinay idinkana caalamka aad ka joogtaan fawalluu jeediya wujuuhakum wejiyaalkiina markaad tukanaysaan shatrahu dhanka masjidka xurmada leh u jeediya wa ina alladiina kuwi uutu lkitaaba kitaabka la siiye la yaclamuuna waxay ogaanayaanay og yihiin annahu taa qiblada laydiin wareejiyey alxaqu xaq inay tahay oo min rabbihim rabbigood xaggiisa ka ahaatay wama allaahu bighaafilin ilaahayna ma aha mid ghaafil ka ah oo ilowsan camaa yacmaluuna waxay camal qabanayaan marka la tukanayo qiblada qaabilitaankeeda waa shardi oo min shuruudi salaad ka mid ah haddii la waayo shardi ayaa markaa maqan sidaa darteed qof kasta oo tukanaya waa inuu qiblada qaabilaa dhowr mar ayaa la tilmaamaa in qiblada aan la qaabili karin aynana waajib ahayn waa qofku markuu sunno tukanaayo safar iyo masaafirna uu yahay gaadiidkiisa asagoo saaran iyo meel allaalla meeshay la wareegtay la aaduu u tukanayaa dhibaato kuma sugna waa bishardi inuu musaafir yahay haddana salaadda uu tukanaya inay sunno tahay waajibka waa maya waa soo degayaa qibladuu qaabilayaa marka labaad ee loo tukan kara meelaan qiblada ahayn waxaa la tilmaamaa waa marka dagaal lagu jiro xarbadii dagaalkii islaamkii gaaladaa dagaalamaya dagaalkiibaa xoogaystay waxbaa la bambaynaya kaaraha dabaabaadka miyiga adigoo saaran baad tukanaysaa meel allaalla meeshii ka hor timaadad u tukanaysaa adoo wax tuuraayo wax ridaayo wax kasta samaynaa tukanaysaa way noo imaan doontaa haddaad cabsataan farijaalan aw rukbaanan idinkoo gaadiid saaran iyo idinkoo ordaya tukada buu dhahay ilaah subxaana wa tacaala qibla qibla markaa ma jirto waa marka laisdhex galo aad yaa laysku dhibaataynaayo xilli salaadna la gaaro waa la tukanaya waxaa kaloo la tilmaamaa qofkii mariid ah ee xanuunsan qof dhanka kacbada u wareejiya ama u soo wareejiyana uusan markaa haysanin asaguna meel allaale meeshu u jiifuu u tukanaya salaadiisu waa u saxiix rabbi ayaa yidhi fattaqu llaha mastatactum amaakini wakhtiyo noocaasaa la tilmaamaa laakiin inta ka soo hartay waa in qiblada la qaabilaa
وإن الذين كبي أوتوا الكتاب كتاب كالسي لا يعلمون وعي أغيهين أنه الحق حق إنو يهيكا من ربهم ربي قد حقي سكا هذا وما الله إلهي نما أهان بغافل مذ غافل كأه إلو سن عما يعملون وحي عمل قبنيان ولئن أتيت هدا قلت ماذا الذين كبي أوتوا الكتاب كتاب كالسي بكل آية آية دمانت ما تبعوا رأي ما ين قبلتك قبل بعض نبي قال سبر قلنا يا وردت كان ضد حق دون أهمها هذا آية كستقلت ماذا قبل بعض رأي ما ين وما أنت أبيقنا مته بتابع كي راعي قبلتهم قبل ذوذا وما بعضهم قاركودنا ماها بتابع كوي راعي قبلة بعض قارك كلا قبل ذوذا ولئن اتبعت حديث أدفع الرسول كي الله أهواءهم هو يالكو ذا من بعد ما جاءك مركي أوكوي متكذب من العلم علمك حقي سوح أوكاقي متحضات اسكر رعضو إنك أذيغ إذن وقتك لمن الظالمين ظالمين تتكم التهي رسولك الله الراعين الذين كبي آتيناهم الكتاب كتابك آمسين يعرفونه ويقرنيان ويأقنصنيان أوي يقانان بويري إلى سبحانه وتعالى الذين كبي آتيناهم آمسين الكتاب كتابك يعرفونه ويقانان كما يعرفون أبناءهم سي المهوضة أقرانا يان أوكلي إيقانين بوير إلهي رسول كي قرانا يان سفاد كي سي يقانان المهوضة سي إيقانان سي أكلوا وينيهين إيا متكست دأذيس أي رسولك إيقانان كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا كوحوا منهم أي كمت أهنا لا يكتمون الحق حق بي قرانا يان وهم يعلمون أيه أك أيجو أقنو حقي يهي بيقرنا يان الحق حقنا من ربك ربك حقي سوكا هذي فلا تكونن ها أهان رسولك الله من الممترين كو شكي حق كشكي كو كمذها النقن فلا تكونن ها أهان أوها كمذ نقن من الممترين كو شكينا يولي كل وجهة هو موليها ولكل متكست ومتكست وجهة وجهة أصل ماضي قبل أي مكان جهة لا ذهي هو كل جاء هو كأما كل جاء مولي 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 ويهي مد جسنايا ها جهة ذا قبل ذا وجهنا يا وجهيسة ولكل مد كست أي أمد كست وجهة مكان جهة أصل ماضي قبل أي مال أي وجهة تي لا ذهي هو كا وكل جاء موليها كل جاء مولي موليها وأجدينا هيو قبل ضع وجيسة فاستبقوا ترتم أهر مرة الخيرات خيرات كأدختم أينما تكونوا ملك استوب أهاتان يأتي بكم الله الله وإذن كلا إيمانا يا ملك استوب أجبتن إلهي وإذن ككينا يا جميعا دمانتين أو إذن سوكل من إن الله إلهينا على كل شيء شيك استدمنتي قدير اللكر أوذك رواي ومن حيث مال الله لماشي خرجت أقبح ذا أما صفر أهاو أما مالك آذي فول السجيد وجهك وجهك شطر المسجد الحرام بنك حرمضة لوزجدك حرمضة له أكتيس وإنه كاسنا للحق وحق من ربك ربك حقي سكا هذا وما الله إلهي نما أهانين بغافل مذ غافل كأه عما تعملون وحد عمل قبنيسان إلهي غافل كما أها أمد إلو سنمأها عما تعملون وحد عمل قبنيسان ومن حيث خرجت من الله لماشي أتادوت أبحث الرسولك الله فولي جيدي وجهك وجهك شطر المسجد الحرام بنك يا شطرك دنا عن مساجدك حرمضة له أسو جيسو وحيثما ميل الله لماشي كنتم آتهاتان إذن كان مسلمين يفولوا أسو جيدي وجوهكم وجيالكين شطره بنك يسا أسو جيدي وبنك مساجدك حرمضة له لألا يكون صاوحا لو سمين يا أولو يالي إنو سنأهان للناس دتك عليكم كركين حجة حجة إني سنكو يالا إلا الذين ظلموا
kuwii dhulmiga falay oo minhum dadka ka mid ah maahane, kuwaana falaa takhshawhum, ha ka cabsanine, wakhshawni ani iga cabsada buu dhahay ilaa subxaana watacaala, i wali utima inaan taam yeela nicmatii nimcadayda calaykum korkiina inaan ku dhammaystiro, walacallakum waxaad mudantihiin tahtaduuna inaad hanuuntaan, walacallakum waxaad mudantihiin tahtaduuna inaad markaa hanuuntaan, kamaa sidii arsalnaa aan u dirnay oo kale fiikum dhexdiina rasuulan rasuul oo minkum adinka idinka mid ah yatluu aqrinahaya calaykum korkiina aayaatina aayaadkeena idinku aqrinaaya, wayusakiikum idin tahirahaya, wayucallimukum alkitaaba kitaabkana idin barbarahaya, iyo walxikmata xikmada, wayucallimukum wuxuu idin barayaa maa shay lam takuunuu aydan ahayn taclamuuna kuwa og, waxaydan horay u aqooninoodan garanaynin ayuu markaa idin barayaa. Rasuulkaa wuxuu idin barayaa waxaadan horay markaa u aqoonin. ilaahay subxaana wa tacaala nimcadiisa ayuu idinku taam yeelay, khayr iyo wanaagna waa laydin siiyey. dadka ha ka baqina daalimiinta, falaa takhshawhum wakhshawnii ani iga cabsada buu yidhi ilaah subxaana wa tacaala. wali utima saa waxaa loo yeelay inuu ilaa khayr idin siiyey, iyo wali utima inuu taam yeela nicmatii, wali utima nicmatii nimcadayda calaykum korkiina, falaa takhshawhum wakhshawnii wali utima inaan dhammaystiro oon ku taam yeela nicmatii nimcadaydaan saa u yeelay buu yidhi ilaahay calaykum korkiina, oo kacbada laydinkuu soo wareejiyey. walacallakum waxaad mudantihiin tahtaduuna inaad hanuuntaan, ilaahay nimcadiisuu idinku taam yeelay kamaa arsalnaa saan idinkugu soo dirnay oo kale fiikum dhexdiina rasuulan rasuul oo minkum adinka idinka mid ah yatluu aqrinahaya calaykum korkiina, wuxuu korkiina iyo dushiina ku akhrinayaa buu rabbi leeyahay aayaatina aayaadkeena, wayusakiikum idin tahirahaya, wayucallimukum alkitaaba kitaabkana idin barahaya, iyo walxikmata xikmada iyo sunnadaba, wayucallimukum wuxuu idin tacliiminayaa uu idin barayaa rasuulka maa shay lam takuunuu taclamuuna kuwa og oo yaqaanaadan horay u ahayn. fadkuruunii ixasuusta buu dhahay ilaahay, ixusa adkurkum waan idin xusayaaye, washkuruu lii ani igu shukriya, oo walaa takfuruuni ha igu kufrinina. fadkuruunii ixusa oo ixasuusta, adkurkum aan idin xuse, war ixasuusta aan idin xasuuste, war i ogaada oo mar walba ixasuusnaada, weliba mar allaalla markaad rakhaha iyo barwaaqada iyo khayrkii caafimaadka aad ku jirtaan sida aan shiddada iyo dhibaatada wax idinkugu taro. fadkuruunii ixusa oo ixasuusta, adkurkum waan idin xusayaaye, aan idin xasuustee, washkuruu lii igu shukriya aniga, oo walaa takfuruuni ha igu kufrinina. yaa ayuha alladiina kuwii aamanuu ilaah rumeeyayow, istaciinuu u kaalmaysta umuurihiina adduunkii aakhiraba, bisabri wassalaa sabr iyo salaad u kaalmaysta, ina allaaha ilaahay maca asaabiriina saabiriinta ayuu micigooda yahay, oo dadka sabra ayuu ilaahay la jiraaye. walaa taquuluu ha oranina liman yuqtalu qofkii lagu dilo fii sabiili illaahi ilaahay jidkiisa, amwaatun amwaat waaye hadhihina meydad waayo way dhinteen hadhihina, bal iska daa inay amwaad ahaadaane, axyaa-un waa kuwa nool, walaakinse laa tashcuruuna ma dareemaysaan, xayaatada ay nool yihiin idinku ma dareemaysaan oo ma taqaanaane, hadhihina way dhinteen. sidoo kale way noo imaan doontaa mar allaalla markaan aala cimraan gaarno, qofka asagu markaa dhintee jidka alla lagu dilo amwaad waaye hadhihina, bal axyaa-un cinda rabbihim yurzaquun waa nool yihiin oo alla agtiisaa laga arsuqaa. sidaa darteed bay dadka shuhadada iyo dadka ilaahay jidkiisa iyo diintiisa ayagoo difaacaya ku dhintaa khayr fara badan alla siiya subxaana wa tacaala. waxay ku tilmaamayaa ilaahay bal axyaa-un kuwa nool inay yihiin, waayo qofka mar allaalla marka u shahiido ee shahiidnimaduu ku dhinto waxaa la tilmaamaa in dharka laga bedelin, in dhiiggiisa asagoo qaba lagu duugo, inaan catar loo marinin, xataa salaad janaase ma laha. nin nool maa janaase ku tukan adi,
kala nin meel intaad kafan soo geliso masjidka soo geliba ma soconayso. Saa darteed ayaa lagu tilmaamaa oo loo diidaa waxaasoo dhan in loo qabto. Tuutihiisa lagula aasaa, dhiiggiisa asoo socduu soo baxayaa maalinta qiyaamo, nabarkiisii oo sidiisii ah oo sida miskiga u soo carfaaya, dhiiggiisana sida zacfaraan ku yahay yuu ka soo baxaa maalinta qiyaamo. walaakin laa tashcuruuna, ma dareemaysaan oo ma ogidiin. walanabluwannakum, waan idin imtixaamaynaa. dadow bishay-in, shay ayaan idinku imtixaamaynaa. oo min alkhawfi, cabsi ah. waaljuuci, baahi ah. wanaqsin, nusqaan baa laydinku imtixaamayaa. min alamwaali, maalalka xaggooda ay nusqaamaan. iyo waalanfusi, nafafyaalka. iyo waathamaraati, miraha iyo beerahaba. wabashir asaabiriina, saabiriinta u bishaaray buu yidhi ilaah subxaana wa tacaala. dadka saabiriinta u bishaaray waa las imtixaamayaa. waxa ugu horeeya uu ilaahay tilmaamay waa khawfka, cabsidu waa imtixaanaadka laysku imtixaamo waxa ugu adag. sidaa darteed baa amnigu wuxuu yahay shayga ugu qaalisan. alladii atcamahum min juucin wa aamanahum min khawf, cabsi iyo baahi haddii qofka laga ammaan geliyo waa khayr iyo wanaag. baahi kasta haddii lagaa saaro oo dharag kasta aad ku jirto, intaa ka bacdi khawf uu ku jiro iyo walwal, gormee lagu dilaa, gormee kugu dhacdaa xabaddii, gormee lagu boobaa, nimcada aad haysato ma ku dhadhamayso. saa darteed amnigu nimcooyinka alla bixiyey ugu waaweyn tahay. waa taan soo marnay nebi ibraahim, rabbi ijcal haadaa baladan aaminan, ilaahu baladkaa balad aamina ka dhig buu yidhi. sidaa darteed buu ilaahay tilmaamayaa, walanabluwannakum, waan idin jarribi oo waxaan idinku imtixaamaynaa. dadow bishay-in, shay ayaan idinku imtixaamaynaa. oo min alkhawfi, cabsi ah. baladkii aad degganayd oo aad ka baqdaba. waaljuuci, baahi ah. wanaqsin, min alamwaali, nusqaan maalka uu nusqaamo. iyo waalanfusi, nafafyaalka. waathamaraati, iyo waathamaraati, mirooyinka. wabashir asaabiriina, waa beertii uu gubataa. saabiriinta u bishaaray saabiriin yay yihiin. dadka marka dhibka ku dhaco tusbaxa kallula u tagaa, ma midka sixiroolaha wax weydiistaa, ma midka burjiga fiiriya ka u tagaa, manaagta qaxwada fiirisa midka u tagaa maya. alladiina, waa kuwa idaa asaabathum, markay asiibtay ku dhacda musiibatun, musiibadii imtixaanka. qaaluu, odhanaya waxay leeyihiin. innaa lillaah wa innaa ilayhi raajicuun, innaa anagu lillaahi, ilaahay baan u sugnaanay. wa innaa anaguna ilayhi, ilaahay xaggiisa. raajicuuna, u noqonaynaa ilaahay xaggiisaan annaga u laabanaynaa. kuwaa waaye saabiriinta la tilmaamayo, kuwaa waaye dadka ilaahay khayrkii wanaagga siinayo, nimcada iyo barwaaqada weyn lagu abaalgudayo. alladiina, kuwii weeyaan. idaa asaabathum musiibatun, musiibada iyo dhibku markuu asiiba. qaaluu, odhanaayo yidhi. innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun, innaa anagu lillaahi, ilaahay baan u sugnaanay. wa innaa anaguna ilayhi, ilaahay xaggiisaan. raajicuuna, u laabanaynaa oon u noqonaynaa. ulaa'ika, kuwaasi. calayhim, korkooda waxaa ahaaday. salawaatun, ammaanyaal. salawaad ayaa ahaaday iyo ammaanyo. min rabbihim, rabbigood xaggiisa uga timid. ilaahay ayaa aad u ammaanaya, waayo in la ammaanay mutaysteen, inuu rabbi xusay mutaysteen, inuu rabbi u duceeyey mutaysteen. ulaa'ika calayhim salawaatun, salawaad iyo ammaanyaalo ayay ku leeyihiin oo u sugnaatay. min rabbihim, rabbigood xaggiisa uga timid. iyo waraxmatun, raxmad iyo naxariis. wa ulaa'ika, kuwaasi. hum ayagu almuhtaduuna, kuwa hanuuna waaye buu yidhi. hum ayagunbaa almuhtaduuna, kuwa muhtaduunta ee hanuunay, ee khayrka iyo wanaaggii thawaabta lagu hanuuniyey kuwaasaa markaa ahaaday. markay musiibo idin asiibto, waman yu'min billaah yahdi qalbahu, ilaahay qalbigiisuu hanuuniya. subxaana wa tacaala, idan qofka sabirka badan ilaahay abaalgud fiican buu siiyaa. innamaa yuwafa asaabiruuna ajrahum bigayri xisaab, ajirkoodana xisaab la'aan baa loo gudaa. wa ulaa'ika, kuwaasi. hum almuhtaduuna, hum ayaga unbaa. almuhtaduuna, kuwa hanuunsan markaa ah. waxaana loo baahan yahay mar walba inaan ilaahay khayrkii wanaagga ka dalabno,
ka barina musiibada inuu noo qafiifiyo khayrka iyo wanaagana nawaafajiyo ummad sabirtana naga dhigo inna safa walmarwata min shacaa'ir illah wabillahi tawfiiq wallahu subxaanahu wa tacaala aclam.